كورونا قدرت يعني انها تقلب حياة الناس في كل مكان. يعني لم يعني ما البعض يقول لك هي ما سوت كارثة، يعني كارثة اكبر من كذي شنو؟ يعني كارثة بشرية. الناس يمكن تعودت بالتاريخ القديم او التاريخ المعاصر ان الكوارث البشرية لابد انها من حروب، لابد انها من قتل وذبح وكذا، وان كانت الحروب هنا وهناك موجودة، لكن اليوم هذه الكارثة البشرية يعني ما كنت انت تتوقع يوم من الايام تتخيل اني انا اسولف عليك واقول لك تدري ان مطارات العالم كلها راح تسكر، تدري ان ما في طيارات بالجو، تدري ان ما في ما راح تتواصل انت مع اهلك مع اقاربك مع احبابك، انت عارف انك انت يوم من الايام ما كنت راح تصدق هالحكي، ما كنت راح تصدق انك انت اقول لك ترى تدري انك انت ما راح تروح المسجد تصلي، تدري انك انت راح تكون انت واولادك بكمامات بينكم وبين بعض. يعني لو اسولف عليك في اوضاع ونتكلم في اوضاع غير هذه الاوضاع اللي عشناها لا يمكن ان تخطر على بالك. ناهيك ايضا كمسلمين نقول لكم ما في حج هالسنه. يعني لا يمكن ان يخطر على بالك، فما بالك هذا اللي حدث، هذه الكارثه الانسانيه اللي حصلت. لكن نسال الله العلي القدير مثل ما ذكرنا ان يرفع هذا البلاء عن هذه الامه يا رب ان شاء الله، ونكون تعلمنا واستفدنا من هذه الأزمة. والأزمة يعني ألقت بظلالها على كل النواحي الإنسانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية وروح راح أتكلم عن هذا الموضوع وعن هذا الهاجس الأمانة في الإنسان ما بعد كورونا. شو اللي راح يصير في الشخص؟ هل راح يتغير إلى الأفضل إلى الأسوأ؟ هل يحتاج إلى تدريبات نفسية معينة؟ هل يحتاج إلى إرشادات نفسية محددة؟ كل هذه الأمور راح أتكلم عنها، ما ودي أسهب بالمقدمة بشكل كبير، مع ضيفتنا المعالج النفسي ومدرب تنموي الأستاذة إلهام القطان. مساء الخير أستاذة إلهام، حياك الله. يا هلا فيكم ومساء الورد. سمعتي معي المقدمة اللي كنت أحكي فيها، إذا عندك تعليق عليها يعني. أي والله عندي تعليق وايد مهم. تفضلي. منو حط المسمى هذا أن كورونا كارثة؟ بعض الناس يقولون كارثة، بعض الناس فائدة، بعض الناس أزمة، بعض الناس فارغ، بعض الناس يعني ممتاز. بلا من رب العالمين. ممتاز. يعني كل شخص يعني وضع له مسمى لهذا الموضوع. إذا الشخص هو يحط المسمى على أي أساس؟ تسأليني الحين ولا أنت تسألين؟ إيه قاعدة أسألك. اللي واقع عليه كل إنسان، اللي واقع عليه هذا الأمر ممتاز. راح يفسرها ويسميها بالاسم اللي يناسبه. أنت ممتاز. الحين أعطيتني الجواب الجميل أمانة والصحيح لهذا السؤال. نعم. كورونا حدث يصير إن إحنا نشوفه بالأفلام، وأمانة لو نبي نعرف الفارق ما بين الخيال والواقع ومن هو الأهم، نعم، نقول هو الخيال أهم. ليش؟ لأن كل شيء واقعي ملموس جاي أساساً من الخيال. يعني التلفاز الحين اللي قدام الناس هذا كان في يوم من الأيام خيال، نعم، إلى أن بحثوا وصنعوا وصار واقع قدام الناس يشوفونه ويشوفون الأشياء حتى فور ديمنشن. صح؟ حادثة كورونا أو الوضع الاستثنائي اللي إحنا فيه، نعم، لأنه مو وضع اعتيادي تعودنا عليه في عمر، خلينا نقول واحد يعيش 60 سنة تمر عليه مثلا 4-5 حوادث مثل حادثة كورونا، فهو مبرمج على روتين معين في الحياة. اتي كورونا توقف هذا البرنامج من حياته. صحيح. شنو يعني مبرمج؟ يعني متى ما يبي يسافر طق تذكرته وراح، ما قاعد يفكر انه في طياره ولا ما في طياره. كل انسان حط له روتين حق نفسه. بالضبط، حط روتين حق نفسه وبرنامج سهل. نعم. ان الامور ماشيه على طبيعه معينه، فبالتالي كل الامور سهالات. لما صارت كورونا وكل المطارات سكرت والمدارس سكرت واللقاءات الاجتماعيه وقفت وكثير من هذه الاشياء اللي تعطلت، الحين هني الإنسان لازم يوقف ويستنتج شنو النتائج اللي المفروض تكون من بعد هذا الظرف. ليش؟ لأن إذا حطينا الظرف زائد الإنسان راح تكون عندنا نتائج. إحنا الظرف ما نقدر نغيره، كورونا موجودة موجودة، الجائحة موجودة موجودة. طيب، والنتائج تعتمد على شنو؟ على هذا الشخص اللي راح يبرمج نفسه برنامج حسب الحدث اللي هو ما له شغل فيه. نعم. فأنا كشخص شنو راح أفكر إنه هو كورونا راح يكون؟
راح يكون كارثة، النتيجة راح تكون كارثية، راح تكون أزمة مؤقتة، النتيجة راح تكون فعلا أزمة مؤقتة. هو درس إلهي، بالنتيجة راح تكون استفادة من هذا الدرس، وهلما جرى. جميل. نعم. الآن هل ممكن الإنسان يتغير بعد هذه الأزمة ممارسة حياته اللي تفضلت فيها، الروتين اللي وضعها حق نفسه، البرمجة اللي وضعها لنفسه؟ في ناس صراحة يعني اكتشفت، يعني على مستوى الشخص خلينا نتكلم، يعني وحضرتك يعني عارفة وتسمعين وتشوفين، بأنه يقول والله أنا كنت أصرف بالشهر هالمبلغ، طلع صراحة ما له داعي اللي قاعد أصرفه، شفت إني أنا مو محتاجه. نعم. هذا من ناحية المصرف. نعم. ناس ثانية يقول لك أنا كنت يومي أتأخر على دوامي بسبب إني لازم أسوي كذا قبلها، طلع ما منه فائدة، مو محتاجه. وأترك لك الحديث. نعم. طبعا أي موقف يعيش الإنسان أو أي حدث في زمانه، الزمان اللي أنا عايشة ويصير هذا الحدث وما أطلع فيه بتغير، أنا ما راح أكون إنسان طبيعي، لأن ما لم أتغير إلى الأفضل. طبعا في ناس تتغير إلى الأسوأ، لكن الذكي المفروض يستنتج نتائج ممتازة من هذا الحدث، كأنه مدرسة، كأنه درس قوي يا بفترة محدودة، ولازم الإنسان يدرس هذا الظرف بشكل يعني مميز، ويطلع منه بنتيجة مرضية، يرضي نفسه ويرضي نفسه في حياته، في إنتاجه، في شنو اللي تعلمه بهذه الفترة. وايد منحنيات ممكن الإنسان يتعلمها بهذه الفترة. ليش؟ لأن أقوى عملة في إيده في هذه الفترة هو الوقت. صحيح، الوقت طويل وما لابد عنده ينتهي. أي التزام، ولا بد أن ينتهي وما الوقت، عنده أي راح ينتهي. نعم. بس الحين في هذه الفترة عندي وقت، ما عندي التزامات لا اجتماعية، وقت لا زايد دوام. صحيح. يعني مش زايد، بالعكس. أقول لك شيء، تفضلي. أنا ما كانت تكفيني 24 ساعة، إلى اليوم أنا مو كفيتني 24 ساعة في أزمة كورونا، رغم الأزمة اللي إحنا فيها. ليش؟ ليش؟ لأن قررت أن أنا في هذه الفترة أستفيد من الوقت بتنمية المهارات اللي كنت متعطلة أني أنميها في الفترة ما قبل كورونا بسبب انشغالاتي. وايد كنت مشغولة، سواء بسفر، سواء في دورات تدريبية، سواء في عمل. نعم. اللي شنو ما كان بالمواجيب الاجتماعية. طيب هذا كله وقف، ويعني الوقت الحين جاهز، مجهز وما عندي شيء. شنو لازم أسوي؟ أحقق الشيء اللي كان مأجل. شنو اللي كان مأجل؟ مثلا نعم. من ناحية ثقافية كنت أحتاج أقرأ كتب وايد. من ناحية المهارات وتنمية المهارات كنت أبي أنمي المهارات اللي أنا كنت مأجلتها بسبب انشغالي، مثل شنو؟ مثل الرسم، مثل الكتابة، نعم، مثل الطبخ، مثل بعض الأعمال اليدوية، مثل اللي يكون. نعم. وأقيس إن أنا فعلًا قادرة أحقق هذا الشيء ولا لا. جميل. إنزين. دكتورة يعني إن شاء الله دكتورة إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ الهام، الموضوع هذا قستي على المرأة بعض الشخصيات، أبيك تقيسينه أيضًا على طرف آخر، أيضًا بالمرأة والرجل. هناك ناس يعني في هذه الأزمة تحاتي مثلًا ناس أصحاب اقتصاد. منذ ما شفت الأزمة اللي ألقت بظلالها على أصحاب المشاريع الصغيرة، تأزمت نفسهم بشكل أكبر بشكل أوسع. صحيح. طلعوا في مبادرات سلمية، الناس قالوا يا جماعة أخذوا محلاتنا. هذا يعني فئة، وفئة أخرى يقول شنو أنا قاعد أحاتي عقاراتي برا البلد، شغلي برا البلد، اقتصادي، أمور كثيرة، ناس بالبورصة، ناس متعلقة في حياتهم المادية خلينا نقول، ها اللي هو قائم على هذا العمل، ما يشتغل بالحكومة. هذا شو تقول للإنسان في هذه الأزمة؟ خل أقول لك شغلة الحين. طبعا. في البورصة بشكل عام، مو في كورونا، أيام اللي صارت انتكاسة في البورصة ما كان في فيروس، وما كان في العطلة اللي صارت الحين في حياتنا. خسروا الناس ولا ما خسروا؟ البعض، البعض خسر. إيه؟ وخسر أشياء يعني مبالغ ضخمة اليوم الكل. طيب الحين اليوم خلينا نقول أصحاب المشاريع الشخصية خسروا صح، لكن هل هذا الشيء ما يعوض؟ إذا أنت عندك صحة وعندك عافية وعندك فكر وعندك طموح وعندك شغف، هذا الشيء يتعوض ولا ما يتعوض؟ بعد الفاصل نسمع شلون يتعوض. بعد الفاصل إن شاء الله. نعم. أستاذ إلهام، كيف تعوض الناس ما فقدت في هذه الأزمة؟ فاصل مشاهدين ونعود، ابقوا معنا. حياك الله معنا أستاذ إلهام القطان، معالج نفسي ومدرب تنموي. أستاذ إلهام، ذكرتي قبل الفاصل بأن
على هؤلاء الأشخاص، اللي نتكلم عن الأشخاص الاقتصاديين والناس اللي خسرانه وهذه الأزمة اللي سببت خسارة عالمية، لكن اليوم نتكلم على أبنائنا وبناتنا. كيف قلتي إنه يقدر يعوض؟ كيف يعوض الجانب النفسي؟ كيف يعوض الجانب المادي؟ يعني أكيد إن شاء الله بصحته وكذا بيسترجع هذه الأمور، لكن الجانب النفسي والأثر عليه. هذا الشيء ترى وايد يعتمد على قناعات الإنسان. نعم. الرزق الإنسان يسعى له بكل قواه بكل ما يملك من طاقة، لكن بالنهاية من اللي يرزق الإنسان؟ الله سبحانه، رب العالمين. فبالتالي إذا هذا الشيء سعى فيه وما شاف، خلينا نقول التوقع اللي هو حاطه حق نفسه ما شافه، فهذا لصالحه. هذه قناعة لازم علشان يتخلص من الأثر النفسي اللي راح يصير عليه. طبعا الأثر المادي أو الاقتصادي هذا له طريق خاص فيه، أنا مو شغلي هذا الشيء، بس بالنهاية ترى حتى اللي راحت عليه دراسته، حتى اللي ناس راحت عليهم مشاريع يعني دافعين فيها أصلا وما بلشوا صحيح هذا الشيء، وما في ممكن شيء يرد لهم، يعني حتى ماكو شيء على أرض الواقع. احنا كمثال احنا ضربناه يعني أستاذة، والأمثلة كثيرة. نعم نعم. فبالتالي الأثر النفسي هذا يعتمد على قناعات الشخص ووعيه. فإذا هو يعدل من هذه القناعات بأن هو راح يسعى لآخر رمق، راح يسعى في تطوير هذا العمل، راح يسعى في استرجاع ما فقد، راح يسعى في أن هو يستفيد من هذه الفترة الزمنية في تطوير مشروعه. مثال خليب لك مثال يعني مقارب لهذا الشيء. تفضلي. الشخص اللي كان عنده خلينا نقول مصنع يصنع الكمامات، هل هو كان من ضمن توقعاته انه هو يبيع ويصنع هذه الكمامات باعداد قياسيه خلال هذه الفتره الزمنيه القصيره؟ بالعكس، البعض استغل هذه الازمه وحول المحل اللي يقدر يتحول الى صناعه كمامات او معقمات وغيره وحول. نعم نعم. فاذا هي يعني يعتمد على الشخص اللي هو عارف السوق شنو يبي، كيف تتعامل مع الأزمة وتتكيف معها. طيب أيوة. من هم أكثر الفئات العمرية المعرضة نفسيا أو إلى ما بسمي تدهور نفسي، لكن إلى أزمة نفسية؟ نعم. الفئات العمرية تحديدا من ما بين الإناث والذكور. نعم. شوف إحنا ما نقدر نحدد الفئات، لكن خلنا نجيبها كمثال، نقول إحنا الفئات اللي هي فيها طاقة ومو عارفة شلون تستغل هذه الطاقة سواء الحركية أو الذهنية في أنها تضيعها خلال فترة الكورونا. لكن ترى في هذه الفترة الإنسان الواعي هو الوحيد المستفيد، مهما كان عمره، مهما كان جنسه، شاب كبير بالسن. نعم. ومهما كان جنسه، رجل أو امرأة. نعم، مهما كان جنسه. الظروف وحدة في كل العالم، مو بس عندنا بالديرة، الظروف وحدة. فأنا ما راح أنطر أي أحد يحركني، أنا لازم أتحرك. أتحرك علشان لا يصير علي أنا لا ضغط نفسي ولا خسارة، خلنا نقول في طاقاتي، ولا خسارة في عمري. للأسف أصلاً في ناس قاعد تقول أنا 2020 ما راح أحسبه من عمري، ما كأنه أصلاً موجود، مع أنه هو يعني الشيء اللي صار هذا نقلة نوعية في حياة كثير من الناس. نعم. كثير من الناس، في ناس كانت فاقدة العلاقة الاجتماعية مع أهلها. نعم. ووجدتها في هذه الفترة. في ناس ما كان يعرف أنه هو ممكن يطلع يعني يكتشف مهاراته واكتشفها في هذه الفترة. في ناس تثقف أكثر في هذه الفترة. في ناس اكتشفت أبنائها. في ناس اكتشفوا أبنائهم. أبناء بالضبط. صحيح. هذه العلاقات. في ناس روحانيا اقتربت من رب العالمين اكثر. صحيح. في هذه الفتره. صحيح. فشلون انا الغيها من حياتي؟ وفي ناس زادت، وفي ناس زادت مشاكلهم. يعني انا ما ابي اثير السلبيه كثر بموضوع. نعم. الايجابيه، لكن لا هذا ايضا واقع. صحيح صحيح، في ناس كثرت مشاكلهم. احنا بالضبط. فاحنا شنو نقول؟ الشخص الواعي اللي هو يدري بان الازمات تصنع وتصقل شخصيات البشر. الازمات احنا نقراها كنا في التاريخ قبل، والله أزمة الطاعون، والله أزمة. صحيح. مثلاً الفتوحات الإسلامية، والله أزمة مثلاً الحرب مدري وين العالمية، كنا نقراها كتاريخ. عندش الكويت سنة الهدامة والطاعون والحصبة وغيره. بالضبط بالضبط، كنا نشوفها في أفلام ونقراها كتاريخ ونتأثر، نتأثر تأثير سطحي مؤقت. لكن إحنا الحين في قلب الحدث. تتوقعين هذا الحدث راح يظل يعني غائر في نفوسنا موجود، أو راح يتلاشى مع الوقت؟ هذه الأزمة تحديدا ومو لصالحنا يتلاشى أصلا، إحنا نحتاج عشان نتعلم منه. يعني إحنا شنو تعلمنا زين من الأزمة؟ توقعين علشان لا توقعين الحكومة يعني الحكومة تعلمت من الأزمة؟
اقول لك شغله، احنا الحين ما ندش في هذا الحديث كمواطنه يعني وجهه نظرك يعني. الواعي تدري شنو ممكن يقول؟ إيه؟ ممكن يشكر كورونا على وجوده في هذه الفتره. انت تشكرينها على وجودها في هذه الفتره؟ طبعا طبعا اشكر، لان استفدت، ولان انا عندي سياسه التسليم الى الله، الامور كلها تحت ايده، كلنا بالتاكيد يعني امره، فبالتالي هذا الامر انا ما اقدر اغير فيه شيء، فانا اقبله واسلم امري الى الله، فبالتالي اعمل على اني انا ما اضعف. ما تشوفين الناس تكيفت مع هذا الامر استاذ الهام؟ الناس تكيفت مع كورونا؟ طبعا وايد تكيفت في البدايات، هذا شيء زين، كانت وايد خايفه من ان تلتقي باحد. صحيح. وصارت في وايد مشاكل اجتماعيه، ترى انت لا تيجي وانت مخالط وانت مدري ما تحس. صحيح. وانت صحيح. ما تقدر. هذه الامور وايد صارت حتى بعلاقات. التكيف شيء زين، التكيف مع هذا الوباء شيء زين، او هذا الفيروس شيء زين، تكيف طبعًا. الانسان طبعا اكيد شيء زين. طيب بالنهاية إحنا الكل، كل العالم الحين ناطرين حل عشان ينحل مع الكل بلا استثناء، يعني الحين 7 مليار قريب 7.5، يعني إحنا كلنا ناطرين نتيجة واحدة، وعلى هالأساس إحنا متصبرين، وإن شاء الله رب العالمين يحتسب هذا الصبر للبشر كلهم إن شاء الله. نختم بهذا الحديث الجميل اللي تفضلت فيه، وهذه الآمال والطموحات الجميلة اللي نتمنى إن شاء الله تتحقق قريبا. حابة تقول شيء؟ بإذن الله. حابة تقول شيء ختام أستاذ الهام؟ أنا والله أدعو الكل إنه يستفيد من هذه الفترة، ترى والله جد أنا مستمتعة فيها وايد. نعم. بأن أنا أمارس وايد أشياء كنت مأجلتها، واللي قاعد يسوي هذا الشيء راح يحس بالكلام اللي أنا قاعد أقوله، وهي ترى فترة قصيرة ويعني غنية جدا بأشياء كثيرة، الإنسان إذا قعد وتأمل هذه الفترة راح يكتشفها. المعالج النفسي والمدرب التنموي الأستاذ إلهام القطان، شكرا جزيلا لك. شكرا، حياك الله يا أهلا. شكرا الله يحييك. شكرا لضيفتنا ولباقي الضيوف اللي كانوا معانا لهذه الليلة بسوالف الديرة وتلفزيون الراي على الهواء مباشرة. نختم معاكم ونقولكم نشوفكم على خير بإذن الله بحلقة جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، كنت معاكم راشد الهلفي، إلى اللقاء.